الجو جميل جدا و... وهيبقى الماتش تلاقي في جو في منتهى لطف. الجو هيبقى حلو، هيبقى فيه في بدايته كده ساقعه خفيفه، هتشجع اللاعب على انه يبذل مجهود اكتر. الجمهور طبعا لازم يبقى معاه جاكيت تقيل، وليه؟ لانه وما يلحوش اثناء التشجيع، لانه التشجيع برضو بيبقى فيه حراره وممكن يعرق ومش عارفين، فبرضو ما يلحش جاكيت عشان ما يبردش. وان شاء الله يعني الفوز للاهلي ان شاء الله.